السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم. أنا المعلمة رشا منذر الجاسم. لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف السادس في مادة التربية الفنية. عنوان درسنا تصميم وجه بالحبال الطينية وتلوينها في الفصل الدراسي الثاني. قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم، بسم الله. هيا نرى الآن إرشادات التعليم عبر قنوات عين. أولاً، أجلس في مكان هادئ بعيداً عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة. أيضاً، أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أغراضي التي أحتاجها لدرسي. أيضاً، أنصت وأستمع جيداً لمعلمي ولمعلمتي وأتابع الدرس حتى نهايته لأستوعبه وأفهمه جيداً. أيضاً، لدينا إرشادات ولكن في مادة التربية الفنية. ما هي؟ أولاً، أتجنب استخدام الأدوات الحادة مثل المشرط، المقص، الدبابيس. ماذا لو احتجت أن أستخدمها؟ أحسنتم، ألجأ للكبار لمساعدتي في ذلك. أيضاً، أحافظ على النظافة لأنني قد أستخدم الألوان وقد أقص قصاصات من الورق. كيف إذن أحافظ على النظافة؟ إذا اتسخت يداي بالألوان أغسلها جيداً بالماء والصابون. أيضاً، ملابسي لا ألطخها بالألوان. طاولتي كذلك أبقيها نظيفة فأضع النفايات، قصاصات الورق التي لم أعد بحاجة لها في سلة المهملات. فصلي دائماً يبقى نظيف وطاولتي كذلك. هذه إرشاداتنا في مادة التربية الفنية، ودرسنا هو كما أخبرتكم تصميم وجه بالحبال الطينية وتلوينها. هدفنا العام هو أن يصنع الطالب والطالبة وجهاً باستخدام الحبال الطينية. أما عن أهدافنا الخاصة، أولاً أن يشكل الطالب والطالبة حبالاً متنوعة السمك. ثانياً، أن يستخدم الطالب والطالبة القوالب المختلفة في التشكيل. ثالثاً، أن يلون الطالب والطالبة باستخدام ألوان الأكليريك. دعونا نتذكر ماذا أخذنا في دروسنا الماضية. تكلمنا عن الطينة وقلنا لدينا طينة طبيعية ولدينا طينة صناعية صلصال. ماذا نعني بالطينة الطبيعية وماذا نعني بالطينة الصناعية الصلصال؟ دعونا نتذكر. قلنا أن الطينة الطبيعية هي عبارة عن صخور مفتتة، قطع صغيرة. أين نجدها؟ نجدها قرب الأنهار في السهول والوديان. هذه الصخور المفتتة إلى قطع صغيرة ينتج عنها تربة صخرية ناعمة ملونة تسمى الطينة الطبيعية. ألوانها أبيض، رمادي، أحمر، بني. سميناها طينة طبيعية لأننا نجدها في الطبيعة ولا نصنعها. إذن ماذا عن الطينة الصناعية؟ صناعية لأننا نصنعها. كيف نصنعها إذن؟ نصنعها من المواد المستخرجة من البترول، من البلاستيك مثلاً. أيضاً نضيف عليها الصمغ وألوان جميلة. تتميز الطينة الصناعية أو الصلصال بأنها مرنة، لينة. نجدها في الأسواق وذات ألوان كثيرة. كما نرى هنا لدي طينة صناعية ألوانها متعددة. لدي صلصال، صلصال أخضر، أزرق، بني كما ترون. هي طينة صناعية أو صلصال. أيضا في دروسنا الماضية تعرفنا وقلنا كيف استفدنا منها. في الماضي أجدادنا استفادوا من الطينة وصنعوا منها أشياء جميلة. نحن أيضا كما أجدادنا صنعنا من الطينة أشياء جميلة كما ترون. أواني جميلة باستخدام ماذا؟ استخدمنا الطينة لصنع هذه الأواني الجميلة كما أجدادنا استفدنا من الطينة. أيضا في دروسنا الماضية قمنا بتشكيل حبال طينية سميكة ورفيعة. بعد ذلك شكلنا وجها ولوناه. دعونا نتذكر الحبال: سميكة، رفيعة،
تعرفنا كيف نقوم بصنعها بواسطة هذه الحبال. شكلنا وجها. كلما زاد طول الحبل كلما كانت الدائرة والوجه أكبر. لوناه بعد ذلك بألوان الإكليريك. ثم في دروسنا الماضية استخدمنا القطاعات المختلفة والقوالب المختلفة لصنع ماذا؟ أشكال جميلة كما ترون. اليوم سوف نقوم بتلوين هذه الأشكال بالألوان الجميلة، ألوان الإكليريك. لدي هذه الألوان وهذه الأشكال. سأقوم بتلوين الأشكال باستخدام هذه الألوان. هيا نبدأ. سأختار شكلا لأقوم بتلوينه. سأختار الذرة. هيا نقوم بالتلوين. سأختار اللون الأصفر. سألون الذرة باللون الأصفر من الأسفل واللون الأخضر من الأعلى. هيا نلون. لونوا أعزائي الطلاب والطالبات بألوانكم الجميلة. تلوينكم دائما رائع وجميل. هيا نلون أصفر وأخضر. بواسطة فرشاة نظيفة أضع قليلا من اللون الأصفر وأبدأ التلوين. أثبت شكل الذرة بيدي وباليد الأخرى أبدأ بالتلوين. أنا ألون باللون، أي لون هذا؟ رائع، اللون الأصفر. بهذه الطريقة أنا ألون كما ترون. أحافظ على نظافة يدي ونظافة ملابسي ونظافة طاولتي أيضا أثناء التلوين. بعد ذلك بفرشاة نظيفة ألون الجزء الأخضر. هيا نبدأ. أضع قليلا من اللون الأخضر وأبدأ التلوين كما ترون. بهذا الشكل أنا ألون بهذه الطريقة. إذا احتجت مزيد من الألوان أقوم بإضافة مزيد من الألوان كما ترون. أنا ألون ما قمت بتشكيله سابقا. لونت هذه الذرة الجميلة كما ترون. أتركها لتنشف. أحضر شيئا آخر. أحضر الليمونة. هيا نلون الليمونة. ما لون هذه الليمونة؟ سألونها باللون، أحسنتم، الأصفر أيضا. أبدأ بتلوين هذه الليمونة باللون الأصفر. لونوا أعزائي الطلاب والطالبات بألوانكم الجميلة، فتلوينكم دائما رائع وجميل كما ترون. هذه الليمونة صارت صفراء. لماذا هي صارت صفراء؟ لأني لونتها بالأصفر كما ترون. ليمونتي الصفراء. أترك الألوان الآن لتجف عليها كما نرى. أضعها جانبا بجوار الذرة التي لونتها قبل قليل. الآن ألون شيئا آخر. سألون هذه الزهرة. سألونها باللون الأحمر. أريد أن تكون زهرتي حمراء. أضع قليلا من اللون الأحمر وأبدأ التلوين. فرشاة نظيفة. أستخدم فرشاة نظيفة كما ترون وأبدأ بوضع قليل من اللون الأحمر وأبدأ التلوين أيضا.
كما ترون. بهذا الشكل أنا ألون. لونت الزهرة، لونت الذرة، ولونت الليمونة. سألون الآن عنقود العنب. سألون أوراق العنب باللون الأخضر. بهذه الطريقة أنا ألون ما صنعت. بعد ذلك ألون حبات العنب باللون. أستطيع أن أستخدم اللون الأصفر، وأستطيع أن أستخدم اللون البنفسجي. لونوا أعزائي الطلاب والطالبات بالألوان التي تحبون كما ترون. أضع قليلا من اللون الأبيض، وبفرشاة نظيفة أيضا أقوم بالتلوين بهذا الشكل. أنا ألون حبات العنب. لونوا أعزائي الطلاب والطالبات بالألوان التي تحبون حتى أصل إلى نهاية تلوين هذا الشكل كما ترون. أيضا لا أنسى ولا ننسى تفاصيل الشكل. بهذا الشكل أنا قمت بالتلوين. لوننا أشياء جميلة كما ترون. هيا نعود لشاشتنا. ماذا لدينا بعد أن لوننا؟ لدينا توصيات لولي الأمر: توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة، الحرص على الجلوس الصحيح، مساعدتهم على حل الأنشطة والتمارين، تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة، أيضا مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة، وتذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه. في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم، وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم. كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.